العصابات. هذه ليست صورة سيئة، صورة حسنة، يعني نحن نصور لغيرنا. فيجب على المسلم أن يصور الإسلام صورة حسنة كما صورها النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتزم بدينه. فلما يشوف الغربي، لما يشوف مسلم سيء الخلق، أو يشوف مسلم يعني بذيء اللسان، أو يشوف مسلم يعني يسيء إليه، خلص يرى أن هذا الإسلام الذي علمه ذلك. لا يقول أن هذا تعلم ذلك بسبب فرديته أو شخصيته، يقول أن هذا الإسلام. فللأسف المسلمين يعني في كثير من الأحيان لا يحسنون صورة الإسلام، وهذا يعني هذه رسالة لكل مسلم. أن يعلم أنه داعية. يعني أنا والله تأثرت بكلام الأخت، وأنا دائما يعني أرى في لما أتي إلى بلاد المسلمين، يعني هنا نعمة عظيمة. منها سماع الأذان، والله نحن محرومين. الله هو أكبر. يعني هذه لماذا؟ قانون لا يسمح بالأذان أن يكون على المنارة وكذا. يكون مسجد جنبك، يعني بجنب، يعني تمشي خطوتين. والله كثير من الناس يأتون الفجر ساعة بالسيارة، يا الله. أو يأتون إلى الفجر نصف ساعة، هي نصف ساعة إلى المسجد عادي عندنا. فهنا الحمد لله تجد في كل زاوية في مسجد، والأذان يرفع. والله هذه نعمة. يعني أنا أتذكر أول مرة سمعت الأذان في باكستان يرفع، والله أصبحت أبكي، ما سمعت هالشيء، هذا ما مرت فيه. يعني الله سبحانه وتعالى أكرم المسلمين بنعم عظيمة، وجود العلماء، وجود المشايخ، إحنا ما عندنا هالشيء. يعني سبحان الله، تمر على واحد تقول له السلام عليكم، تعرفه أو لا تعرفه، نحن ما عندنا هالشيء. يعني المسلمين في نعمة عظيمة، ولكن أصبحت هذه النعمة عادة عن كثير من المسلمين. يا الله. فنحن نقول يعني حضرتك بتذكر كلام مهم جدا الشيخ الجليل. يعني حضرتك بتركز على مسألة إن إحنا يعني كمسلمون هنا يعني لابد أن نفخر ونعتز بإسلامنا. طبعا. بنعمة كبيرة، نعمة أنعم الله علينا بها، ألا وهي الإسلام. نعم. أنتم في الغرب في مشكلة. والله أجد كثير من الشباب يبكون يريدون أن يتعلموا اللغة العربية. لماذا؟ حتى يقرأ القرآن. طيب يا أخي، أنت تنشأ في بلد إسلامية عربية من صغرك، تعرف تقرأ القرآن. فسبحان الله، هذه نعم عند كثير من المسلمين في بلاد الإسلام، نعم أصبحت عادات أو شيء يعني غير معترف فيه. أما والله هذه النعمة لو تشترى بالذهب لاشتراها كثير من الغربيين. يا الله. يا الله. طب ما السبب؟ ما الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة؟ بسبب أنا أرى، والذي يؤسفني كثيرا، أنه أجد كثير من المسلمين في بلاد الإسلام يريدون أن يتحولوا إلى عادات الغرب. يا أخي تترك دينك الإسلام، التقليد الأعمى. تقليد الأعمى. هلأ أنا لا أقول هناك في بعض الشغلات جيدة من الغرب، يعني مثل التقنيات، مثل الحرية، مثل العدالة، هذه أمور جيدة، ولكن في بعض العادات يعني التزم بها الغرب غير إسلامية، ولا تنفع الإنسان نفسه. فأنا أتعجب لما أجي إلى بلد المسلمين أجد واحد شاب يريد أن يتقلد أو يتقمص الغربي، يريد أن يكون شعره مثل الغربي، مثل ثيابه مثل الغربي. يا أخي أنت ليه؟ أنت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أتريد أن تستبدل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بواحد غربي؟ أتريد أن تستبدل سنة خير خلق الله عز وجل بواحد غربي؟ يعني هذا أتعجب منه. أنا والله أمشي هكذا في أستراليا، والله أفتخر. ما شاء أنا الله. ماشي أخي، أنا ما ممثل الله. للنبي صلى الله عليه وسلم، الله أنا سفير وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك فخر أعظم من ذلك؟ الله أكبر. فأنا أتعجب لما أرى المسلمين يريدون أن يعني يتقمصوا الغرب، والله الغرب، ويمشي مع الغرب. يا أخي أنت شو، أنت نسيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا المثال العظيم الذي بعثه الله عز وجل لك. فهذه يعني كثير من الأحيان يعني تؤثر فيني. لماذا؟ نعم، ربنا يبارك فيك. طب أنا عايز حضرتك تذكر لنا ولمشاهدينا في كل مكان يعني نماذج لأشهر الشخصيات التي اعتنقت الإسلام حديثا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم. أهلا بك أخ أحمد. نعم. وطي التلفزيون واسمعني بالتلفون. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت الشيخ كيف الحال؟ سمعت. أهلا وسهلا، وقت التلفزيون واسمعني التلفون، الله يكرمك. سمعت الشيخ، ممكن سؤال؟ نعم. في مشكلة في الصوت؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم، في مشكلة في الصوت، ربنا يكرمك أخ أحمد. أخت نهلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك أستاذ ملهف، مرحبا بشيخنا الكريم. جزاك الله. أقول بداية إن إسلامنا دين عظيم. نعم. وإن الصراع بين الحق والباطل قائم منذ قديم الزمان، لكن مهما قوي الباطل وانتفث كأنه غالب فإنه مغلوب، ومهما ضعف الحق وانزوى كأنه مغلوب فإنه غالب.
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالحق ظاهر وغالب والإسلام بخير، وسيبقى الإسلام بخير ما دمنا نتمسك به، يبقى الإسلام بخير ما دمنا ننفذ تعاليمه ونترجم أخلاقه في واقعنا مع أنفسنا ومع الغير. فلنفتخر بإسلامنا ولنتمسك بتعاليمه، فوالله إنه لشرف عظيم يوم أن نكون مسلمين حقا بتمسكنا بإسلامنا. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. أمين يا رب. والسلام عليكم شكرا ورحمة جزيلا. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا أخ ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك الخير يا أخو الهوية. الله يكرمك. في ميزان حسناتك إن شاء الله. أمين يا رب. اللهم آمين. ورحب بالأخ شادي بالشيخ شادي إن شاء الله ويجعل أعماله في ميزان حسناته يا رب. بس بدي الشيخ شادي يوجه رسالة للشباب المسلمين إن هم بيروا إن الغرب جنة الله في الأرض. فبدنا يعطيهم رسالة إن هم يحمدوا الله على نعمة الإسلام. وبدي أسألوا شغلة ثانية، هم ما يستطيعوا في أستراليا إن هم ينشئوا قناة تتحدث باللغة اللي يعني بلغتهم، هم يوجهوا رسالة يعني قناة ينشئوها هم تكون إن هي بالإسلام، يعني بيستطيعوا أو جريدة الإسلام ويطلب من رجال أعمال إن هم يعني يدعموهم في الشغلة هي، ولا ما بيستطيعوا عندهم. طيب. والله يجزيكم عنا كل خير ويبارك قناة الرحمة العاملين عليها. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك. الأخ جمعة. السلام عليكم. أهلا بك. كيف حالك أستاذ ملهم؟ في نعمة الحمد لله رب العالمين. سلامي لضيفك الكريم. الله يكرمك. مرحبا بي في مصر. حياكم الله. الله يبارك فيك. حياكم والله الله. يعني أقول إن شاء الله النصر قريب. إن شاء الله. إن شاء الله الأمة بخير. وإن شاء الله بإذن الله النصر قريب يا أخ ملهم. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله. والله الواحد اتصمم كده مش عايز حاجة من الدنيا خالص قسما بالله. الحمد لله. ربنا يكرمك يا رب. شكرا جزيلا أخو جمعة. أستاذ علاء. أيوه. أهلا بيك أستاذ علاء. كيفك أستاذ ملهم؟ الحمد لله رب العالمين. والله يا أستاذ ملهم شفت يعني أم مريم اللي من أسبانيا هاي. أيوه. شوف الكلام اللي حكايته، شوف أثرت علينا كلنا. سبحان الله. سبحان الله. هذه واحدة يعني لسه مأسلمة ودخل الإسلام جديد. نعم. ربنا يبارك فيها ويكتر من أمثالها يا رب. أمين يا رب. اللهم أمين. ويبارك فيك ويبارك في الشيخ شادي. أمين يا رب. أمين يا رب. طبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال أنا تركت فيكم شاء ماء لن تضلوا بعد أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. أيوة. كتاب الله وسنة. كتاب الله وسنة. نعم. فطبعا الشيء ده هو لو فهمناه يعني دي من ضمن النعمة اللي ربنا أنعمها علينا. أيوة. ونزل النبي عليه أفضل صلى الله عليه وسلم لنا أرسلنا ونرنا النور. والحمد لله ربنا يبارك في الشيخ ربنا محمد يكرمك. ويبارك في مشايخنا الكرام. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا أستاذ علاء. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. بقول أشهر الشخصيات التي اعتنقت الإسلام حديثا. نعم أنا لا يعني لا يحضرني شخصيات يعني مشهورة، ولكن الحمد لله نحن كان مازج من أجل نحن يعني نبشر الأمة ونبشر الناس في كل مكان. طبعا في أستراليا ما في شخصيات مشهورة جدا. الغرب أو يعني أستراليا لغة إنجليزية يعني دولة أجنبية إنجليزية، فيعني يتطلعون دائما إلى بريطانيا وإلى أمريكا، ولكن الحمد لله هناك شخصيات يعني ممثلين أو مغنيين معروفين خاصة من الأمريكان الأفريقيين. يعني السبب أنهم يدخلوا الإسلام لأنه وجدوا فراغ. يعني كل إنسان في مبدأ الله سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان، كل إنسان يسعى وراء السعادة، فمنهم من يسعى وراء المال، ومنهم من يسعى وراء النساء، ومنهم من يسعى وراء الرجال، ومنهم من يسعى وراء السلطة، ومنهم من يسعى وراء الدين. والله سبحانه وتعالى قيد السعادة بالإسلام. لذلك سبحان الله لما أنا يعني لما جئت إلى بلاد المسلمين يعني في بداية طلب العلم يعني كثير كان ينظر إلي يقول لي أخي أنت جاي من الغرب لهون، أنت جاي من الغرب لهون وإحنا بدنا نروح هناك. فأنا سبحان الله أتعجب لما كان واحد يتكلم معي يا أخي أنا أنت لا تدري ما نعمة الله عز وجل عليك. أنت الحمد لله بتحكي عربي، تفهم القرآن، تقرأ القرآن، تسمع الأذان، بتصلي بالجماعة، عندك مشايخ تحكي معهم، في عندك عادات تقاليد تساعدك على الدين. في بلاد الغرب يا أستاذ ملهم يا إما بتلتزم يا إما بتضيع، ما في شيء بالنصف. التيار الفساد قوي جدا، يا إما تلتزم التزام صادق مخلص لله عز وجل أم تضيع. يعني في بلاد المسلمين تجد إنه واحد في يعني يعمل بالانس، يعمل يعني اعتدال بين الالتزام والدنيا. في أستراليا ما في، في بلاد الغرب ما في. يا ما تلتزم 100% وتلتزم بمبادئ الإسلام والقرآن والسنة ولا بتضيع.
لأن التيار الفاسد قوي جدا، يعني البيئة لا تساعدك على الالتزام، الشارع لا يساعدك على الالتزام، العمل لا يساعدك على الالتزام، الميديا والتلفزيون لا يساعدك على الالتزام، يا إما تلتزم 100% يا إما تروح. لذلك كثير من الشباب، كثير من الشباب يأتوا إلى شارع مغلق، يا يمين يا شمال، يا التزم يا أضيع، خلص ما في. لذلك كثير منهم يلجأ لشو؟ يلجأ للانتحار. أي. نسبة الانتحار عالية مرتفعة جدا. لماذا؟ بسبب فراغ الروحي. وأقول والله والله أقرب الناس للإسلام هم الذين يعني ينتحرون، والله كثير منهم، كثير من غير المسلمين أتوا إلينا قالوا نحن لولا أسلمنا كنا ننتحر. يا الله. كانت الخطوة الثانية بعد المجيء لكم كانت هي الانتحار. والله كثير بالعشرات من الشابات والشباب والكبار قالوا إحنا جئنا لولا إنه أسلمنا كانت الخطوة الثانية انتحار. شو الحياة هاي؟ مال، نساء، شذوذ، كل شيء موجود. طب بعدين السؤال الذي يطرح نفسه، بعدين أنا عندي كل هذا وبعدين؟ فسبحان الله.